يلا ارحل. عيي بتقدر تألف غنية إذا أعطيتك اللحن؟ لك كيف يعني؟ كيف يعني؟ يعني عندي لحن براسي وحابب لاقي له كلمات. ولك قالوا لك عني شاعر؟ لك لا قلو، بس الشعر مو حكر عالشعرة. يعني إذا حدا بيقدر يصف حكي ويا سيدي، مرة بتصيب ومرة بتخيب. ها زبطت، اسمع شوف كيف، هي شعر. مرة بتصيب مرة بتخيب ومرة بتصيب ومرة بتخيب. ولو ما أسخفك يا زلمي، هلق تركني صافن مشكلة كبيرة. أنا قطعت لي سلسلة أفكاري. العمى مشكلة؟ خير خير ولو الله خير. ولك مشكلة شخصية، تركني بحالي. العمى في عيونك يا قليل الأصل. لك هنا بتخبي علي؟ هنا هنا حبيبك اللي قاعد بخلقتك ليل نهار بتخبي علي؟ ولك إيه عادي، يعني شو أنا عندي حياتي. بالله من عادي مفكر يعني أنا ما عندي غير قاعدتي هون والتمتع بهالطل البهيل. العمى بعيونك العمى. لك بشرفي إنك حقير، إيه وحقير كتير. ولك يا خسارة المتي والشنجليش ونجوى كرم اللي بيناتنا. هيك لك عيين بطلت أحكي لك شيء. بحظي لأكتبن كتابة ولا ضيع وقتي السمين بهذا النقاش المهم مع واحد تافه مثلك. لا تغلط إذا سمحت، وعرف حالك مع مين ما تحكي. كيف كيف؟ ولك ما أحكي معك، مع مين ما أحكي يعني؟ لا تكون لواء ومني عرفان. مبروك يا سيادة اللواء. كل حياتك مزح. فرفش ايه فرفش. لك مو الحق عليك، الحق على اللي قوس الضابط وما قوسك إلك بداله. على القليل الرجال ما له ذنب. راح فراطة انت ولك كل البلا منك انت. لا إله إلا الله. ولك شبك من على بكرة هالصباح؟ شو حالك؟ ليه ما تتهجم علي؟ لك أنا شو عملت لك؟ كل اللي قلت لك هو إنه أنا عندي لحن بدي تركب له كلمات. الحق علي اللي عملت لك قدر وقيمة. كتر خيرك والله، فضلت. ولك تذكرني بأكل بمصرات يا خيي، بإجازة قل لي روح ولا بقعد بدالة. روح شوف المرأة والولاي، اطمن علي. لك بدك ياني ركب لك كلام على لحن براسه؟ العمى في عيونك العمى. خلص خلص، بسيطة بسيطة. ليك شو، شو رأيك بسمعك اللحن وانت بتقرق؟ حبيته ركب له كلمات، ما حبيته بزوق بخلقتي. منيح هيك؟ قد هالشرط. لك طبعا. ولك شكلين انا ما بحكي. ايوه ايه. هات تشوف، هات تضرب في شكلك انت والعقيد. تحياتي سيادة العقيد. ما تسبني ولك حيوان، انت قدو لهالحكي. سيدي ما يقصد بالعقيد العقيد ابو شهاب. سيدي تبع باب الحاره. سيدي ايه تبع باب الحاره مو العقيد. ابو شهاب ولك قاعدين ما تنكتوا وتلعبوا؟ بالله لا اترقن عقوبه، لا تندموا على الساعه اللي فكرتوا فيها تستهتروا بالموقع اللي انتوا فيه. سيدي الله يخليك يا سيدي، زلت لسان الموضوع ابدا منه مثل ما سمعتوا. الله يوفقك سيدي. لا بالله مني مرقى، بحظي لربي العناصر كلها فيكين. والله تحت اقبرك سيادة العقيد. سيادة العقيد لو سمحت، نحن رجال الجيش العربي السوري. صحيح. وما لازم نحكي مع بعضنا بهذا الاسلوب. كلياتنا مندافع عن سيادته وكلياتنا منحبه. اي والله منحبه. وما منرضى ابدا وبتاتا ينمس شعره براسه. اعوذ بالله. فلذلك لو سمحت، واحتراما لهذه الرتب واحتراما للشرف العسكري، بتمنى يا سيدي ما تشرحنا اكثر من هيك. برافو برافو عليك يا ابني، اسلجت قلبي بهذا الخطاب اللي سفقته. ليكولك حيوان منك إلو. انا كنت ناوي افقعك عقوبه خفيفه، بس بعد هذا الخطاب بحظي لا خلي عواكن يوصل لجديدة يابوس. يابوس هالبسطار انت وياه لحتى يروق قلبي ورجع لكم العقوبة الخفيفة. بدك يانا نبوس بسطارة؟ ايه شو علي منبوس؟ بس قبل ما نركع ونبوس، ليك شو، ب
بدي أعرف شو هي الغنية اللي كنت بدك يعني ألف لك كلام عليها. بتعرف شو؟ شو؟ بطلت غير كلماتها، بدي خليها مثل ما هي الكلمات. هات لنشوف. Shut up.